معنى آية صبغة الله. يهتم كثير من المسلمين بمعرفة معنى آية صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة الواردة في سورة البقرة. فالمسلم مأمور بقراءة القرآن الكريم وتدبره ومعرفة معانيه، وتظهر أهمية التدبر في القدرة على استنباط معاني جديدة من النص القرآني، مما يؤدي إلى استخراج حلول للأمور المستجدة في كل العصور والأزمنة. إن موضوع الآية في قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، هو دين الله عز وجل وفطرته التي فطر الناس عليها. فيقول أن الدين الإسلامي الذي آمن به المسلمون واتبعوه هو دين الله عز وجل وفطرته التي فطر الناس عليها وشرح صدورهم لها. لذلك يا أيها الناس إلزموا هذا الدين واستقيموا عليه، حتى حيث لا أحسن ولا أفضل مما رضيه الله عز وجل لكم وأرشدكم إليه. وفي الآية إشارة إلى أن ما يقوم به النصارى من تغميس أولادهم بالماء الأصفر لمدة 7 أيام، على اعتبار أن هذا الماء يقوم بتطهيره، وهو عندهم مكان الختان عند المسلمين، يعد باطلا ولا ينتمي إلى الإسلام بصلة. أما عن مناسبة تسمية دين الله بالصبغة، وذلك لأن دين الله يظهر أثره على المتدين كما يظهر لون الصبغة على الثوب، وقيل لأن المتدين يلزم شرع الله كما يلزم الصبغ الثوب. وهذا التفسير الإجمالي للآية هو ما تم التوصل إليه من خلال قراءة عدد من التفاسير للبغوي وكذلك الطبري.